سلام الله عليكم. هذه الأسرة كما تشاهدون يعني ثلاثة أطفال مع الأم. كانت متزوجة طبعاً وزوجها يعني دخل بحالة نفسية وجنن والآن طلقها والآن أرملة هي الذي تشقي على الثلاثة الأطفال حوله. طبعاً هذا الطفل حصل له ضربة وراء الرأس قبل ما يقارب سنتين. يعني كل ما يجي أي واحد بس يدق دقة صغيرة برأسه يعني يدخل بغيبوبة. احتاج كشافة محورية قال سنتين والله ما قدرت أعمل له كشافة. ايضا هذا من كثر يعني الامراض عنده طبح جلديه بالجسم ما قدراش تاخذه عند طبيب جلد بس يفحص له. ايضا عندي هذا الطفل الصغير ما بيتواصل. الام هي اللي تشتغل عندها تشتغل طبعا يعني تخدم بالبيت يعني تحصل حاجه بس قال والله بدي احيانا الله حق الحليب حق الطفل. قد عنده ديون البقاله، عنده ديون حق علاجات، عنده ديون بيت ساكنه بيت ايجار. ساكنة بيتي يعني والله لو تشوفهم مكان كود انا وصلت له عنده يعني مكان مرتفع يعني حتى مكان ما حد يسكن به. اسره مستحقه. الذي شت نفسي وزعلني والله انه كلمني واحد من الجيران انه هذا الطفل امه تصيح له وقت الغداء تقول له جيت غدا. قلت له جيت غدا. قال لي يما زبل كل يوم لقمه وشاهي، زبل كل يوم لقمه وشاهي، يعني هذا اقسم بالله الذي حسب يعني انه يوميا يعني حتى لما سالت قال انه تغدوا كل يوم لقمه وشاي، يعني يا امه الاسلام وصلنا انه الناس معاه مش معاه امه ياكلوا. زي ما شرحنا بيت ايجار، المراه طبعا مريضه بنفسه، هذا عنده دقه ورا الراس يدخل بغيبوبه، ايضا الطفل الثاني وفقر وديون. اسالنا الله ثم من كل فعل خير ان يمد يد العون لهم وتعملوا الاطفال لك ابنائهم، جزاكم الله بخير.